عبد الجلال، أمير إبراهيم عبد الوهاب منسي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالقليوبية ومحاسب بجامعة بنها. احنا جايين النهاردة معتصمين لسببين اتنين. السبب الأولاني إن احنا رافضين إن الإخوان يحطوا على أصابعهم على البلد كلها ويكسروا مفاصل الدولة ويحطوا إيديهم على جميع مفاصل الدولة. والسبب الثاني هو ما يحطوش إيديهم على الدستور ويخلعوا إيديهم من الدستور خالص ويسيبوا الدستور يمشي طبيعي، واللجنة اللي هي بتحط الدستور يسيبوها وما يضغطوش عليها. الشيخ صفوت حجازي الراجل الكذاب اللي هو كانوا مستضيفينه في قناة الحافظ بتاع عاطف عبد الرشيد، وبيقول أنا غرس سلفي في بلد الإخوان وسقيت بماء التبليغ والدعوة. هل يعقل إن في راجل يملك الثلاث صفات يكون سلفي وإخواني ومعاه تبليغ ودعوة؟ يبقى صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. بقول له يا صفوت يا حجازي أنت راجل منافق لنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت لا تنفع تبليغ ودعوه، لا تبقى اخواني ولا تنفع سلف. انت تشوف حد تمشي معاه تقعد معاه على القهوه.